السلام عليكم غزالي ديالي، كي دايرين بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وما ناقص خواتاتي حتى شي خير. مرحبا بالناس الجداد اختي اللي راكم يلا كتابوناو، مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم، لايكات لايكات لايكات. المهم غزالات ديالي، انا لقيتوني فقط دابا غادي ندوز نجمع الدار. الصراحه وليت كنعيا، وليت كنبغي غير نتكا وغير نعس وغير نتهت، ما بقاش عندي مع اني نوض، وما بقيتش اكتيف هكا نوض ونمشي ونخرج، ما بقاش عندي مع داك الشيء. سبحان الله العظيم، سبحان الله وسبحان الخالق. ايوا دابا غادي ندوز، غادي نجمع هكا الدار، غادي نضرب لها هكا شي تخميله ان شاء الله، نضرب لها هكا شي تخميله خفيفه. وحيت الدار اصلا راه نقيه، غير الينا بحال كتلقى الحوايج في البيت الناس كتجيبهم لي البيت لهنا، ولا تلقى فهمت ماشي بحال ملي كنا في الدار ديال جنة البردية كانوا عندي جوج صالونات، يعني واخا واحد كيكون مرون يجد في يدخل الاخر كيلقاه مقاد. ولكن المهم بجوج على الباب، يعني ضروري خصك تجمعي حتى هذا عاوتاني على الباب بيت الناس بعد. ايوا صافي غادي ندوز دابا، غادي نخمل باش نخرجوا كذلك على الروتينات ديال الطبخ 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 الطبخ، نتاكتيفاو شويه ونتموتيفاو شويه باش نخملوا. يلا خليكم معايا، ودابا غادي ندوز نجمع الصالون هو الاول، وعاد ندوز نكمل الشيء الاخر. كبيدات هنايا كيف ما شفتو، كنجمع هكا الصالون، غادي غير كنستفلو هكا المخدات ديالو، غادي نقادو غادي نساليه. البنات بعدا بغيت نقول لكم انو الزربيه راه ماشي المارو، هذاك راه كرونه، كيبان لكم نتوما مارو، راه اللون ديالو كرونه غالقه مع البيج، مع بحال بيج فاتح، يعني في الوينات ديال الطليمطات كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا راني كنجمع هادشي، حيت طارق كان كينقز وكيلعب وديك الشيء، داكشي علاش ترونات. وغادي بغيت ننصح البنات، البنات اللي غادي تمشيو غادي تشوفوا هادي وغتغريكم وغتقولوا باي باي، ما نبقاوش نحناو. شوفوا شنو كدير، راه بلا ما تاخدوها، يعني فيها بحالها بحال، الا غادي تاخدوها شتو كيفاش كتفتح صافي وانا نتفقص. الا غادي تاخدوها يعني تديروا لها اليديدات ديالها غير بيديكم، تبقاو تشطبوا خذوها. ولكن الا غادي تاخدوها باش زعما ديروها في العمود وديك الشيء، راه ما صالحاش البنات، نصيحه لله وجه سبيل الله. ايوا وهنايا الينا شوفوا شنو كدير، عرفتوا الحوايج اللي كيكونوا في البيت في الصاله فين ما كانوا شي حوايج كتجيبهم لي للصالون وتحطهم لي، اي حاجه يعني في بلاصه كتهزها ما عند طلقاتهم قراب تجيبهم تحطهم لي فوق السدادر فوق. سبحان الله كنتو كتنصحوني دائما وانا ما كنسمعش الهضره. صافي هنا عرفتوا راه كتحيح هي وطارق وكيمشيو كيلعبوا هو وياها. صافي غادي نكمل هنايا البنات، غنكمل التشطيبه ديالي، غادي نكمل الزربيه نقيه الصراحه ما فيهاش شي حاجه، غير انا الينا كنعلمها كنقولها يلا شطبي، كتقول لي ماما بغيت نشطب، كنقولها يلا شطبي تعلمي اختي تعلمي. ايوا صافي الزوينات ديالي، دابا غادي نكمل نمشي نجيب الشطابه الكبيره اللي غتبرد لي الغدايت في الارض، وغادي نصاوب، وغادي ندوز نصاوب واحد الفطور اللي هو بسيط، فطور اللي يعني كي كنقولوا حنايا على قد الحال، ماشي كل نهار كيكون كلشي، وماشي كل نهار عندنا الصحه باش نوجدوا نعرو الطبله، حيت الصحه ديالنا ما كتسمحش لينا اننا نتعبوها ونرهقوها بالصيام ونرهقوها بالوليدات ونرهقوها في الكوزينه، لا ما كتصلحش. صحتنا غاليه، ربي عطانا واحد الصحه خصنا نحترموها وخصنا غادي ندير هنايا البيصاره في الطاجين تجمر، غادي نديرو هنايا في الطاجين هكا. سمحوا لي البنات يد وحده راه ما غاديش نقدر، درتو هنايا غادي نجمرو زدت معاه واحد شويه ديال الماء باش يتطلق، وانا درت اتاي كيطيب. بعد ساليت هنا الصالون خملتو، بغيت غير نوضح واحد الحاجه، سمحوا لي البنات نجلس باش نقدر نتهاود معاكم ونقول لكم ويا ربي كان مزيان. بغيت غير نقول لكم البنات، يا ربي بغيت غير نقول لكم انه يعني هاد رمضان رمضان البنات، انا كنلاحظ كنمشي للسوق كنلقى كلشي مغليين فيه، كنمشي نخرج كنلقى الناس عرفتوا المقاتله نايضه على الخضره على المطيشه على هادي على هادي على هادي، راه كل ما كناش زعما حنايا كنتهيفوا بهذه الطريقه هادي، وانت انا وحده منهم، حتى انا قبل الفطور كنبقى نقول الطبله خاصها تكون 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 فيها وتكون فيها وتكون فيها، ونمشي نتقطاو ونديروا فعل، راه ما غاديش يكونوا هاد الزياده ديال الاسعار. وفي رمضان الا لاحظتوا كل سنه كيطلعوا زياده صاروخيه ديال الاسعار في رمضان، حيت ماشي نقضيو باش ما كان ونقولوا الحمد لله رمضان للصلاة والصوم والعبادة وا 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 وا، ماشي الأكل وداكشي، وسبحان الله ملي كتحطي داكشي على الطبلة ما كتاكليش،
راه واخا ما عرفتش شنو تحطي على الطبله راه ما كتاكليش بديك الطريقه اللي كتكوني كتشوفي قبل ما غادي يأذن المغرب. فداك الشيء علاش قلت لكم صفر الله العلي العظيم، داك الشيء علاش قلت لكم خص الانسان يكون عندنا القناعه ونقنعو باش ما كان. دابا انا وحق الله العظيم كنلاحظ انه رمضان ديال العام اللي فات ماشي بحال هذا رمضان هذا. الطريقه باش كنت كنفكر في العام اللي فات ماشي هي نفس الطريقه باش كنفكر هذا العام هذا. الطريقه ديال العام اللي فات كنت انا ندير ونتعيف وما عرفت اشنو، هذا العام هذا ابدا اللي كان غيتحط على الطبله اللي كان غيتحط على الطبله غناكلوه باش ما كان التوفير، وكناخذوا اجر مع الله سبحانه وتعالى وما كنديروش اللهفه وبزاف ديال الحوايج. واكيد راه رمضان راه ماشي غير نصوم وصافي، راه خصني نصوم لسانك ونصوم عينيك ونصوم ودنك كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق. صافي الغزاله ديالي دابا غادي ندوز نكمل داكشي اللي غادي نحطو، غادي نجبد غير داكشي اللي عندي في الثلاجه غنسخنو غادي نحطو نفطرو به ان شاء الله باذن الله. ايوا صافي حتى البسطان حتى البسطان كنت ليها حتى البسطان شنو ها ويلي ايرينا شنو هادها هادي شنو هي هادي. يلا هو البنات خليكم معايا البليدات ديالي، راه ما يمكنش شحال سخن الحال، راه ما يمكنش شحال ولا سخون الحال الصاد ولا عرفتو. طليت قبيله من البالكون كنقول يمكن انا اول وحده غادي نلبس تيشيرت فهاد رمضان، انا الوحيده اللي غادي نصيف وانا نديرها وانا نلقاي عباد الله تعالى انا كلشي داير التيشيرتات التيشيرتات التيشيرتات. ضحكي 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 ايرينا طب 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 بوبو بوبو طارق حبيبي نخسر طارق ويرضى عليك. دابا انا كندير كنقطع الباكيت ياك حامد مشى جاب لي ما عرفتش شنو جاب هنايا غير من برا والله العظيم هاد النهار واحد الحراره ما نعاودلكمش كي دايره والله واحد الحراره. شوفوا علينا داك الباكيت وقطو طماطو قلت لكم واحد الحراره ما يمكنش كي دايره. تقولوا دخل الصيف ديال بصح والله العظيم الا دخل الصيف ديال بصح. ايوا دابا انا نحط داكشي اللي جا بحال من الطبيصلات والبصاره واتاي عصير التمر والحليب الله يخلف وجه البركه. يا لالا البنات اللي كيقولوا لي منى لا فطري في الصالون وانت زعما يعني انت سبق من الضياف في الصالون. انا نقول لكم واحد الحاجه، انا كنفضل نفطر هنايا نفطر علاش فعلا زعما هضرتكم على الصواب ولكن الضيعه ما كيبغيها لا ربي لا عبدو. انا الا جلست تما في الصالون بنتي غتوسخو بنتي غادي توسخو غادي تبقى تمسح كتاكل معنا في الطابله وتبقى تمسح بيديداتها وتبقى فهمتوا. هذه الاولى. ثاني حاجه كيجيني هنايا انا الراحه في الكوزينه كلشي ما كنبقاش غاده جايه غاده جايه ديا في الاخر هنا اجي غير سير 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 اجي كنبقى غير في الكوزينه هكاك. هنا هاني جاب لنا البطبوط هانتوما يا لالا جاب البطبوط وجاب لاكيش هانتوما يا لالا هانتوما يا لاكيش شتيو تبارك الله. And I ran away out of all this grave I just went out I tried to escape this crazy life but it just wasn't the right fight. You were right. I feel you are from far away. Just tell me why you wanna stay. I'll show you all my devotion. I feel you are from far away. Just tell me why you wanna stay. I'll show you all my devotion. ديالي غسلت معيناتي وداكشي دابا غادي ندوز نحط هكا الطابله راه مشتوني ديت كنحط في الطابله كنحط فيها داكشي باش غادي نخوي هاد الشبكه سني باش غادي نخويها ان شاء الله. ايوا دابا غادي نحط الكيسان يا لالا نحط الكيسان. انا راه ما يمكن شوفوا انا في الطبيعه خايبه ما فهمتش طبيعتي انا علاش انا هكذا الكيسان انا عاد دخلتهم وبديت كنزتفهم وخصني نشللهم ملي نجبدهم من البطاطا والله العظيم ما فهمتش. انا نحط هادو يسخنوا
هذا تاع إلينا، سالا لها إلينا أبنتي. شو كديري؟ ها؟ شو تديري يا حبيبة؟ فين تديري؟ فين؟ سالوا البنات نكمل حتى كنا كافطو جالسين وهو يبدا يبكي حميد كيشوفني عينيه كيحمر وانا ما رديتش البال ما رديتش البال هذا باش يكون ميساج حتى لشي دراري داكشي علاش قلنا ولا تنصوروا هاد اللقطه هادي ما رديتش البال شويه كنشوف فيه كنلقى السيد عرفتو كيتالم قلت له شنو كاين قال لي كانت ما وداكشي فهمتي قول لهم قول لهم شنو مازال الله مسخط الله مسخط هذاك اللي كيبداو يحيحوا على والديها الله يا وليدي خطاتك ميمتك هذاك قلب قلب على من جدات طريق ما كاينش اللي يعقل عليك وتبقى راه في السخط ديال الدين هو بصح ملي كيخطاو الوالدين صافي الام اللي عنده شي ما يتهلا فيها واللي ميت الله يرحمه دابا عرفتو كيفطر ويقول لي واخا عندك سخونه بنتي سخونه بنتي وقال لي واخا ما عرفت شنو يكون ما غيعوضش البلاصه ديال الام ديالك فهمتي الام كتبقى واحد الحاجه مقننه في الحياه شنو خصنا يعني مقدسه الام راها ما شنو نقول لكم كتحن فيك ما تفطر تتفطرك ما تاكل تتوكلك ما تنعس تجي للدار يعني بزاف ديال الحوايج الله يرضي عليكم اي واحد هذاك اللي ناض كيقلب الطابله على خوتو هذاك واو امه واو هذاك دابا هذيك رجله رجله هي تقلب على الوليات الطابله ولا على خوتك ولا هذيك راه ماشي رجله بالعكس الاب ديالك مات انت شماتيت هذيك انا كنقول لك انت شماته كنقول لك هكا مباشره انت شماته واحد خينا البنات شفناه قلب على امه الطابله وخوتاتو قال لك بانه باه مات وخلاه بقى عندهم غير ولد وعندو خواتاتو بنات امو نوض نتايا حتى دابا الفطور وقلب واختو صورات ديك الشيء وحطاتو بيبليات وقالت لهم يعني دعيو معاه بالهدايه شوف هو قلب عليهم الطابله وقلت لكم هو يقلب عليها الطابله فهمتوا يعني اختو قلب عليهم الطابله وفوت الفطور كيف كتدعي معانا بحال هذاك انا بعدا كنقول له هكا مباشره هذاك شماته ماشي راجل ما كاين لا اله ما ماشي خصيره ديك ديال ديال دي ولاد الناس ديال الرجله هذيك كاع تجي تقلب الطابله انت تا لقيتها تا غير كل تا راه كتاكل واقيلا كاع لا يا لا اله الا الله محمد رسول الله الله يهدي ما خلق هادشي غنقول الله يهدي الجميع الله يهدي الجميع الله يهدي ما خلق ولا اله الا الله محمد رسول الله والله العظيم ملي حميد تفكر مو قلت له هذا ميساج للناس راه حتى حميد باش كانت امك بالحياه ندمت على ديك المشاكل اللي كنتي كدير في الزنقه ما عمرني قلت لهم شي حاجه لا ماشي لماك ولكن كنتي في الزنقه وهي مسكينه كانت كتتقصص على داك الشيء اللي كنتي كدير يعني كل مره كدابس في الزنقه كل الله يسمح الناس يعني ندم واخا هكاك ما عمرو هز فيها الراس ولا خطا فيها ولا دار لها شي حاجه اللي يعني اللي غادي يجرحها بقلبها بها من غير انه هو كان كيدير المشاكل هكا في الزنقه فهمتوا ولكن واخا هكاك الام راه كنبقى فيها الحال مني كتشوف ولدها دابزه كانت في الزنقه ولا والله يرحمها ويوسع عليها ويوسع على الجميع والله العظيم فكرنا المنا انا بعدا تسقمت كذب عليكم والله الا تسقمت ما قدرتش كاع انا كل حتى شي حاجه ولا اله الا الله الله يرحم كاع الامهات اللي ماتوا الله يرحمهم واللي باقا بالحياه تهلاو في امكم تهلاو 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 في امكم لحقاش النهار اللي غادي تخطاكم غيضربوكم الحيوط غيضربوكم الحيوط راه كنلاحظ انا غير مني هكا ماما كتكون في فاس في السبيطار ديال فاس مريضه ولا وحق الله العظيم ما كنقدر ندخل للدار كتغبر عليا راه ما كنقدرش يعني ما كنقدرش نمشي لدارنا ما كنقدرش ندخل للدار ما كنقدر واهل وصافي كنحس بالحياه واقفه حتى كتجي ماما ملي كتكون ناعسه في السبيطار حتى كتجي من السبيطار ديالها
ايوا الحمد لله ولا اله الا الله محمد رسول الله. ودابا غادي ندوز نمشي نكمل الفطور ديالي، خليكم معايا.